ومن الطايره نروح للسله، وحضر الاسباني اوجاستي بوش المدير الفني للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي لاعبيه من التهاون امام سموحه في دوري المرتبط السله، واللي هتتلعب يوم 6 ويوم 8 ديسمبر اللي قادم على صاله الدكتور حسن مصطفى. وعقد اوجاستي جلسه مع اللاعبين طلبهم ببذل اقصى جهد من اجل حسم لقب دوري المرتبط، رافضا نغمه طبعا ان البطوله اصبحت محسومه للنادي الاهلي. وكان على فكره النادي الاهلي تاهل الى الدور النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة النصف النهائي طبعا، بينما وصل سموحة للنهائي بعد التفوق على سبورتينج ويحمل النادي الأهلي لقب الدوري المرتبط في آخر موسمين.